السلام عليكم. نكمل المشروع بتاعنا بتاع الفوتبول بلاير ديتكشن. المرة اللي فاتت وقفنا عند ان احنا عملنا ديتكت للاعبين باليولو، وشرحنا اليولو، يعني شرحنا الكود كده، مرينا عليه مرور سريع. يعني نخش بقى الخطوة اللي بعديها، اللي هي ان احنا ازاي ان احنا هنعمل كلاسيفيكيشن ما بين اللاعبين، الفرقة مثلا اللي هي البيضة والفرقة الزرقاء والحكم. يعني زي ما انتم شايفين هنا، ايه اللعيبة البيضاء عليهم ريكتانجل أخضر، اللعيبة التانية معمول عليهم ريكتانجل أحمر، والحكم معمول عليه ريكتانجل أزرق. بنعمل الكلاسيفيكيشن ازاي؟ الطريقة العادية، لو انت مثلا عارف شوية في ال في الكلاسيفيكيشن باستعمال تنسر فلو كيرس، احنا بنحتاج الداتا اللي هي اللي هنمرن عليها الموديل بتاعنا. دي داتا كده انا عملتها، دول اللاعبين اهو بتوع الفرق الزرقاء اهي بعملها. انت بس بتاخدهم كده سكرين شوت باي برنامج، انا خدتهم ببرنامج فاست ستون، باخدهم كده بشغل الفيديو، باخد بعد كده باخدهم ببرنامج فاست ستون كده بصورهم، بعد كده بحطهم في فولدر هنا. الزيرو ده اللعيبه اللي هم الزرقاء، والواحد ده اللعيبه اللي هم البيضاء. كل اهو دول اللعيبه البيضاء. طبعا كل ما انت بتزود في التريننج ست، كل ما انت بتزود في الداتا ست بتاعتك، كل ما بيكون الاكيورس بتاعت الموديل اللي احنا هندربه اعلى. وزير واحد واتنين، دي اتنين دي اللي هي الحكام، اللي هو الحكم الاحمر ده اهو. ممكن برضو انت تستخدم، يعني ممكن تستخدم باي تورش، ممكن تستخدم اي فريم وورك تانية غير التنسر فلو كيرس، بس انا يعني التنسر فلو كيرس اسهل شوية بالنسبة لي. طبعا انت ايه بعد ما تاخدهم، برضو انا سيب لك الداتا سيت دي تحت في الديسكريبشن، والموديل بعد ما يتدرب، عشان لو انت مش يعني لو انت حابب ان انت تشغل الموديل على طول، يعني سيب لك كل الداتا دي تحت في الديسكريبشن في المشروع على جيت هاب. هنمرن الموديل بتاعنا ده على كولاب، فاحنا هنحط الداتا بتاعتنا اللي هي الداتا سيت دي عند على درايف الاول عشان نحفظها. هناخدها كده كوبي بيست، نحطها جوه الدرايف هنا كده، انا حطيتها قبل كده فمش هحطها تاني تحت هنا. ايه بعد كده نخش على كولاب، بتفتح مشروع جديد عادي جدا. في حاجة مهمة ان انت لازم تعرف انت مشغل على اني نقفل كده بقى درايف ده، خلاص حطينا عليه. انت لازم تعرف انت مش يعني انت احنا هندرب بس الموديل على كولاب. يعني مثلا لو انت عايز تنزل الموديل على الجهاز بتاعك وتجربه، انت لازم تعرف اصدار التنسر فلو عندك كام. انا عندي الاصدار 210، فانا بعمل بيب انستول تنسر فلو 210. بتعرفه منين؟ بتكتب هنا اكتيفيت لل اكتيفيت كوندا، بعد كده نكتب بايثون، بنعمل هنا امبورت تنسر فلو اس تي اف عشان نعرف الفيرجن بتاعنا، لان لازم لان ساعات بيحصل اخطاء كده لو انت بتشغل الموديل بتاعك او بتدربه على اصدار تنسر فلو مختلف. طبعا كله بيبقى على اعلى اصدار للتنسر فلو، فانت ممكن الجهاز بتاعك ما بيكونش بيشغل اعلى اصدار، بيبقى اصدار اقل، فممكن تحصل مشاكل معاك في تشغيل الموديل، انك تعمل تيست للموديل على اللوكال بي سي بتاعك. فاحنا انت بتغير بتعمل داون جريد للتنسر فلو عندك اللي في الكولاب لنفس الاصدار بتاع التنسر فلو عندك في الجهاز. نستنى بس كده شويه لغايه ما ايه يخلص. وعلى العموم يعني هو احنا بعد ما يخلص يعمل امبورت للتنسر فلو، هنقول له تي اف دوت فيرجن، احنا نجيب الاصدار. بعد كده ايه تحطه انت هنا، تغير 2.1 دي تخليها الاصدار بتاعك. طبعا انت اول ما تفتح المشروع هيجيب لك، هيجيب لك يعني ايه فاضي كده ما فيهوش حاجه، لو انت اللي هتعمله بايدك، يعني هتكتب الاكواد بايدك. انا هسيب لك برده الملف بتاع الكولاب ده تحت في الديسكربشن. بعد ما نستنى كده لغايه ما يعمل كونكت بالسيرفرات بتاعت كولاب، او انت بتدوس هنا على الخيار ده عشان تعمل كونكت ما بين الكولاب وبين الدرايف. بعد ما يعمل كونكت هيجيب لك هنا ايه ملف اسمه درايف، جواه ماي درايف،
جواه الملفات بتاعت اللي موجوده جوه الدرايف. هتلاقي هنا ايه ملف البلايرز اللي انا لسه حاطه دلوقتي. بنعمل هنا امبورت دي التنسر فلو كيرس والسي في 2 والاو اس والمات بلوتليب والنمباي وال بنعمل الامبورت يعني الملفات الموجوده بتاعتنا. بعد كده ايه بنبتدي نعمل الاكس والواي، اللي هي الاكس اللي هي التريننج سيت والواي اللي هي الريزلت اللي هي الواي القيمه المتوقعه. انا عندي هنا 183 صوره، ده مجموع كل الصور اللي عندي 183، والواي هتبقى 183 96 96 في 3. احول كل الصور بتاعتي لسايز 96 في 96 في 3. ممكن تغير السايز بتاعك براحتك عادي. طب خلص اهو، هتكتب هنا بس ايه df dot underscore conversion underscore هيطلع لك هنا ايه الفيرجن بتاع التنسفلو عندك. انا عندي 2.1.0، فانت تاخده وتحطه هنا فوق في الكولاب. بنخلي بنعمل هنا ال 183 في 1 لان دي هتبقى قيمة واحدة، يا اما هتطلع يا اما 0 يا اما 1 يا اما 2، بس هنعمل لها كاتيجوريكال دلوقتي، هنخليها مصفوفة ثلاثية. هتشوف دلوقتي هنا بنجيب الداتا من الدرايف، بنلف في الفولدر اللي اسمه بلايرز، وبنلف كل فولدر في البلايرز. وكل فولدر هنعمل ايه احنا دلوقتي بنعمل ايه، بناخد بنلف كل فولدر جوه فولدر البلايرز. طبعا احنا عندنا 3 فولدرات 0 1 و2، كل صوره هتلاقيها هتشوفها في اني فولدر، وتجيب اسم الفولدر ده وتحط الصوره في تعمل لها ريسايز الاول تخليها 96 في 96 وتحطها في الاكس في الاندكس اللي بتاعها اللي في الاكس، وفي نفس ذات الوقت بتحط الواي بتاعك اسم الفولدر اللي هي موجوده في الايمج دي اللي هي الواي في الواي في الواي هنا، بتزود على البي دي واحد عشان ننتقل للصوره اللي بعدها. بعد كده بنحول الواي دي اللي هي الواي اي دي نحولها الواي بي الكاتيجوريكال، نحولها الكاتيجوريكال بحيث انها تبقى ثلاث قيم، يا مش 0 1 2 لا تبقى بالشكل ده كده، بدل ما تكون 0 1 و2 لا تكون بالشكل ده كده عشان بتبقى اسهل شويه على الموديل بتاعنا. خليه في الكلاسيفيكيشن بس. تحت هنا بنعمل ايه، بنعمل اكس بتساوي اكس على 255، بنقسم الاكس بتاعتنا اللي هي التريننج سيت بتاعتنا على 255، بنعمل نورماليزيشن للتريننج سيت. بعد كده بنعمل لها شافل، بنقول بنستدعي الشافل اللي موجود فيه السكيلر دوت يو تي اي ال اس، فكده بنعمل لها شافل هنا. بعد كده هنا انت بتبني الموديل بقى تحت هنا خالص. هنا انا يعني انت ممكن طبعا انت الموديل هنا يعني بسيط شويه فاهم، احنا بس بنعمل 3 4 كونفالويشن نورال كونفالويشن فلاتن دنس دروب اوت دنس، بعد كده بنحطهم في الموديل بتاعنا. ممكن انت تبني الموديل الخاص بيك طبعا، كل ما انت يعني ايه تريننج سيت اكتر، وكل ما انت ايه مثلا كل ما يكون النيورال نتورك دي تقيله اكتر كل ما الاكيرسي بتعلى شويه. بنعملها هنا كومبايل، بنقول لوز باين اكروس انتروبي. بعد كده الاوبتمايزر ممكن تستخدم ادم، انا هستخدم الار ام اس بروب، والماتريس الماتريس اللي هتطلع اكيرسي. تحت هنا بقى انت بتعمل موديل دوت فيت، فخد بالك انت هنا موديل دوت فيت في واليو. الفي واليو دي طبعا دي المتغيرات اللي ناتجه من الشفل من اللي هي الاكس والواي، و الباتش سايز 6 صور في الايتريشن الواحده، و 500 اي بوك انا مدربهم قبل كده هنا فاهم اخر خالص هنا. بعد كده احنا هنا بنعمل يعني تيست هنا للموديل بتاعنا، بنقول هنا الواي موديل دوت بريدكت ان بي دوت ريشيب البي او. طبعا انا مخلي هنا الاو دي عشان اقدر اغير الصورة اللي انا هشتغل عليها، وكده بقول 1 في 96 في 96 في 3.